أغرقت السيول والفيضانات مناطق السيبة والتنومة وأبي الخصيب والفداغية ومدن أخرى في محافظة البصرة، مخلفة خسائر مادية وبشرية. سقر منذر والتفاصيل. إثر التوقعات والتحذيرات المتعددة، أصبحت الآن فيضانات والسيول أمرا واقعا بعد أن ضربت محافظات متفرقة في العراق وكشفت عن سوء عمل مجالس المحافظات، فمحافظة البصرة هي الأكثر ضررا جراء موجة الأمطار والسيول التي عصفت بالمحافظة. ففي قضاء أبي الخصيب فقد سجل 10 حالات وفاة في صفوف الأهالي نتيجة الأمطار والسيول التي عصفت بالقضاء. أما قضاء القرن فقد شهد غرق عددا من المنازل والبساتين ولا سيما في حوض هور الحوازة. وبالنسبة لجزيرة الصالحية فقد اجتاحتها مياه الأمطار والسيول ودخلت إلى المناطق السكنية. أما منطقة الهارثة شهدت موجة من نزوح الأهالي إلى المناطق المجاورة هربا من السيول والأمطار التي وصلت إلى محطة الكهرباء. في ناحية السيبة فقد ارتفعت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة وسط مناشدات من قبل أهالي المنطقة إلى الجهة الحكومية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من الفيضانات. كل هذه الأحداث جعلت الشارع البصري أن يوجه أصابع الاتهام إلى وزارة الموارد المائية ومجلس محافظة البصرة لكونه لم يلتفت لمطالب المتظاهرين التي بقيت معلقة منذ انطلاق الشرارة الأولى للتظاهرات الشعبية، مما أدى إلى تدهور الواقع الخدمي في المحافظة. هذا وطالب نواب وشخصيات سياسية في المحافظة باستقالة وزير الموارد المائية وتعويض متضرري السيولة في المحافظة، فهل يا ترى سيتم ذلك؟ سؤال سيجاب عنه خلال الأيام القادمة. لقناة WTV سقر منذر.